قداسة البابا، أولا يعني عايزة أشكر قداستك أنه على مدار الحلقة كان عندك سعة صدر أنك استحملت كل أسئلتنا الصعبة والمعقدة وأسئلة الناس اللي عارفة أنها بتوصل لقداستك. اسمح لنا بقى في الدقايق اللي باقية نسأل شوية أسئلة بدفع الفضول، وأحيانا الفضول صحي جدا. يعني ليه بنقول لرأس الكنيسة البابا؟ وترتيب الألقاب في الكنيسة، بعض الناس تعرفش، طب نقول مين أبونا، مين الأسقف، يعني ترتيب الكنيسة لو ممكن شرحه بطريقة بسيطة كده. الكنيسة القبطية، الكنيسة المصرية، فيها البابا، بعد كده المطران، بعد كده الأسقف، ودول كلهم غير متزوجين لأنهم رهبان. بعد كده فيه الكاهن، والكاهن فيه القمص والقس، ولكن هو الكاهن. بعد كده فيه الشماس، والكاهن والشماس بيبقوا متزوجين. كويس؟ حلو. البابا هو رئيس الكنيسة، وأي رئيس كنيسة نقول عليه بطريرك. كلمة بطريرك معناها أب آباء. مادام هو رئيس الكنيسة بتاعته. بالظبط. لكن لو كان هو رئيس الكنيسة وله رئاسة أخرى خارج مصر، زي مثلا الكنيسة الكاثوليكية، يبقى الرئاسة اللي خارج مصر اسمها البابا، واللي داخل مصر يبقى اسمه، بالنسبة لنا إحنا المنصب البابا بيجمع التسميتين. أوكي. البابا والبطريرك، لأن الكنيسة المصرية رئاستها هنا، هي رأس الكنائس الأرثوذكسية في العالم كله. لا، متأسف التعبير كده، هي الكنيسة القبطية المصرية يرأسها البابا والبطريرك، الاثنين اللقبين لواحد شخص واحد. بابا نقول عليه بابا الأسكندرية، بالظبط، عشان فيها كرسي الرسولي في الأسكندرية. بالظبط. وبطريرك، بطريرك الكرازة المرقسية أو الكنيسة القبطية. طيب، بدفع الفضول، وأنا عارفة أن السؤال قد يبدو مضحكا للي يعرف إجابته، ليه بابا الأسكندرية مقره أو 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 نسبة لإيه؟ لأنه في بعض الناس ما تعرفش، ليه اشمعنى الإسكندرية؟ ما هو بترك مصر. هو بترك مصر، اشمعنى إسكندرية؟ يعني إيش دمنهور ليه؟ مثلاً، قدستك من دمنهور مثلاً. كلمة كرسي رسولي يعني بداية الكنيسة تأسست من خلال أحد تلاميذ السيد المسيح. في مصر كان اسمه القديس ماري مرقس. الكراسي الرسولية في العالم خمسة: اسكندرية، أورشليم، أنطاكيا، روما، القسطنطينية. إحنا الكرسي الرسولي الوحيد في أفريقيا. واللي بشر مصر القديس ماري مرقس استشهد على أرض الأسكندرية. عشان كده البابا يحمل لقب بابا الأسكندرية، لأن البداية كانت في اسكندرية. واسكندرية زي ما حضرتك عارفة مدينة أقدم من القاهرة. اسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد. قبل الميلاد، موجودة من قبل الميلاد، أنشئت على يد الإسكندر الأكبر. لكن القاهرة أنشئت في القرن العاشر الميلادي. فبالتالي الكرسي الموجود في عشر قرون البابا كان قاعد في اسكندرية. يعني الكرسي الرسولي ده موجود عشر قرون قبل أصلا ما مدينة القاهرة تبقى موجودة. حلوة المعلومة دي، أصلا معلومات التاريخية. وبعد كده اتنقل لمنطقة مصر القديمة، وفضل فيها بيتنقل بقى من مكان لمكان جوه القاهرة، والقاهرة هي العاصمة السياسية للبلاد. فمفترض ان البابا يبقى موجود هنا، لكن الحقيقة انا ليا مكان في القاهرة او زي اللي احنا موجودين فيه، ومكان في اسكندرية، والمقر يعني الاقرب الى قلبي هو مقر الدير. طبعا دير، لان بروح في الدير هناك، ويعني اعيش بقى حياتي الرهبانية.